وبركاته. ازيك يا حبايبنا، عاملين ايه؟ صلوا على النبي كده يا جماعه قبل اي حاجه، عليه الصلاه والسلام. يلا يا مروان عشان احنا ايه جوعان. شو طبق اصغر من ده؟ اصغر من ده؟ ما انا عارف انك مش ايه اللي عايز ايه؟ خد ثانيه واحده يا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تجي دي الأب. كل يوم فضلوا معانا يا احسن اخوات في الدنيا، مش تنسونا باللايك والاشتراك بتاعكم الحلو. هو ده الرز اللي كنت عاوزاه. الف هنا يا رب. بسم الله. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شكرا جدا جدا، ده احلى جمهوريه في الدنيا واحلى اخوات. تعليقاتكم الجميله تفتح نفس دي. اه والله مش عارف تفتح التلفزيون ده النهارده. اهلا كده كده استنى اشراك تنزلي. يلا بابا ممكن تخليك قاعده معايا تقعد تنزلي. يلا بابا يلا روح العب في الصاله اجري. يلا روح بابا. سوف تروح عند ال احنا مش نخليها نديها خلفيه عليه عشان خاطر لان من نوع البتاعين. كل واحد يشوف التلفزيون. فين يا قمر؟ مش حلاها نستني هنا. على فكره البصله دي مش حاره هنا وجميله. لو كل ملح ده كنت منقيه في السوق قال. ماشي حبيبتي روح لفين الحج. الرز مولع نار. مش كان بصل اخضر؟ مش كان حلو؟ اشمعنى يا ماما عامله رز مولع؟ دايما برنس في الجرجير عن الفجر. ما بحبش الجديد أكتر من كده. أنا حاطة لكم السلطة كلها جرجير. هو ده الجرجير اللي داخل فين؟ بس بتلخبط منها، شلون شبه بعض. سلطة تحت. حتى توم وفلفل. ماشي يا ماما. صلى الله على النبي. سمك عامل ازاي؟ من العشره ان شاء الله. هنا بتروح بتخلع. تبقى مرارة كده. بطنة نظيفة اهي. سمكة البطنة سميرة ونظيفة اهي. احسن في احسن في انت عم مش بتحب السمك. في حد مش بيحب السمك؟ قولي انا وصف كمان. مين مش بيحب السمك؟ بكتب عليك اللي بقول كده. انا عارف. بس انت قول نعم ربنا حلو. اي حاجة الواحد يشوفها يقول اللهم لك الحمد. احنا في نعمة. بنتي عم مش بتحب الناس بتحب الاكل عادي. كل حد له ذوقه. انا بحب الاثنين. الاثنين احلى من بعض اصلا.
انا جاي امتى ما احنا 16/6 اخيرا ربنا يفرح الكل يا رب يخش العيد كده عليهم بالهنا يا رب امين نعم امين يا رب العالمين طماطم خد نص الطماطم وانا معاك في السلطه حته ماما قلت خد يا ماما ثاني خد طماطم مسكره اليومين دول والله انت مسكره امال لما سعيتي بقى قبل ما ناكل انت ماكله ولا لا انا قلت بعمل ايه ماكله شكرا اللي باكل السمك الحلو دي طماطم كثيرة تعال 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 نو كان زمان مش عارفه بقى حد كان بيعمل اهالينا كده زمان كده يفرموا الطماطم يحطوا عليها سكر تعالى هنا خد يا بابا ونشربها عصير طب تعالى هنا اهي تعالى الطماطم مع السكر اه والله طب حلوه سمكه وانا صغيره عايز تاكل سمك عايز تاكل طماطم خد يا بابا انت صغيره بقى خد تيتا عندنا عملتها لنا كانت حلوه للانيميا ومش عارفه ايه خد خد رز حمرا طماطم فكان بنات العيله كلهم كانوا مجتمعين عندها فقالوا ايه نعمل ايه عصير الطماطم بالسكر ده كانت حلوه صح كل شرب اللاني قلت لي طماطم بالسكر دي مش شاربين بس شربيها بنتي حلوه قالت لها تيتا اتضح ان الطماطم بالسكر دي فعلا حلوه للانيميا وكرات الدم مش عارفه ايه لا ايه انا مش كنت بشربها الله يرحمها انت مدمنه الطماطم يا ليه خد لان طلع على هنا وهي صغيره تحب تاكل الطماطم برضه الصحة وانا غير واخد الطماطم مرة كلها بقى في المطبخ دي مش كورة انا فاكرها كورة فاكرة يا ماما ما انت كنت انت يعني كنت بتطبع الهدوم الزغية تعرف مش كده يا ليه؟ تعالى يا ليه؟ خلص المولتو وحت اللعبة وانا غير رحت الأوضة كنت انت فاتحة البلكونة يعني الشباك وحت قفلت النوم قفلت على روحي بقى ولقيتني باكل المولتو ايه يا سبزة بقى يا مصغرين دي يا مصغرين؟ الناس بتكبر عشان أهالينا احنا نرتاح العمر 3 سنين صح؟ اسمع كده انت عجزتي وعايز ترجع لعب الشباب ليه؟ انا امال ايه؟ بكره تكبر وحشين المسؤولية مش تستعجل لا مش عايزة مسؤولية ايش طفلتك؟ ان انا هنقول ورق خدي لوز ماما خدي ماما ماما تعالي يا ماما انا عارفة ماما هي تضعف انت الطماطم صح حبيبتي؟ انت حبيبتي ايوه انت روحي؟ لا لان انا قدامها نص مع طماطم هتاكله هي بتحب الطماطم انت عقلي؟ قالوا هي بناكل الطماطم
أكل البيت أحلى من أكل برا، دي معروفة. نحب لين في قفلان البيت. مش عارف. كده عيب، افتح الباب. طيب يا لوز. أقول لك ليه؟ عشان هي فاكرة إحنا فاتحين. لا. لين بتحب قفل الباب عشان إحنا متعودين نقفل بابان الشقة. سكر ليه طيب؟ ليه؟ انا عارفه ليه. لا فرد الطماطم. فدي لوز، فدي لوز. سلام. لا اعمل ليها الطماطم. ده مش هتقفل؟ بتحب بيت الطماطم؟ تعال خدي دي. خدي دي. هتعرف تقفل الباب من اوضه الاطفال، باب اوضه النوم، تعرف تقفل الباب ترباس. خدي يا ماما. خدي يا ماما. خدي يا حبيبي. ها طماطم كتيرة في السلطة دي، مش عارفة كربسة دي من زمان. عاملة كده عشان خاطر وخاطر ليا. صح يا ماما؟ طماطم كتيرة دي، ده في ناس بيحطوا طماطم قد دي مرتين. نارها بردت. كتيرة؟ بعمل كمان نسخ المؤدبة. طماطم؟ قولي سبعة وهترمي. هات خد الطماطم. لهين طماطم. اه والله لهين طماطمية. هي روح كلها طماطمية. ابن الحلوين مش نفسه هو يشترك في قناة يوم مات أمهانا بالعيال. حضن الرئيس عمرا وتعريف حلو زيكو كده، أحلى أخوات في الدنيا. شيروا فيديوهاتنا على جميع المواقع، تنشروا الفيديو في كل مكان. اه لا تنسونا باللايك بتاعكم الحلو. مش بحب حد يبني الصوت. مش عارفه اقل على الاتجاه ده. بطن نظيفه صح؟ سمين. ده بطرف نعم. خد كل صوت ده على نفسي. شو امسكه؟ بس دي بس يعني. خدي يا ماما. خدي طماطمية. خدي يا لانيا طماطمية. خدي طماطمة اهي. نعم ماما. عايزة خدي يا ماما، روحي يا ماما. سيبي دي. روحي يلا. باي. باي يا حبيبتي. الحمد لله مش صفت ولا بطروخ. تاجي ان شاء الله. اها سنتيك. اها اتنين. شكرا يا ماما. نوصل لمليون كده. شدوا حيلكم معانا شوية يا جماعة. شد. تعالي نوعش مش هضرب. تعالي. عيب. تعالي خد. عيب يا مام. خد. اقعد يا بكر. اقعد. الفيلم مش عدى 10 دقايق. مش عدى 10. خد يا لهيب.
نشوفكم على خير ومع السلامة. تعالوا قولي لاصحابك مع السلامة. تعالوا قولي لهم يلا مع السلامة. اه بتعمل لكم خلف الكواليس مع السلامة. تعالوا اقفوا هنا وقولوا مع السلامة. تعالوا اقفوا هنا عند باب. اه ايه تعالي تعالي ماما تعالي تعالي اقف هنا وقولوا مع السلامة.